إذا أردنا أن يظهر لنا الجن كما يحدث تقريبا في الحياة الواقعية، فإن من اللازم علينا إظهار حيوان ما لكي نقوم بإعطائه للجن على شكل قربان. بدأت تشتعل على شكل دائري، أوها هي الكتابة، لاحظتم علي أولا ذبح البقرة، نعم سأستعمل هذا السيف، قد ذبحت البقرة، هاو الشيطان سيظهر في أي لحظة الآن، تعال يا إبليس تعال، لاحظوا الكتابة. السلام عليكم يا شباب، معكم ياسين من قناة ياس بلاي، سعدت لكم بحلقة جديدة من لعبة جتا اي 5. اعتقدت بأنني سأركز فقط على لعبة ريد ديد ريدمبشن 2، لكنني اكتشفت مزيد من الأسرار المخفية الموجودة في لعبة جتا اي 5. رغم أن اللعبة خرجت من زمان ورغم أنني نشرت معكم أكثر من 100 سر، لكننا لازلنا نكتشف مزيد من الأسرار، وهذا السر الذي سأظهره لكم في حلقة اليوم، فإن يخص الجن. نعم شركة روكستار جيمز لقد أضافت الجن. مشكل، ثعلب جاي، مش اوه ليس الثعلب بل الكوغر النمر، رأني وجاء لك يا جم عليه. المهم هذا السر فإنه يخص الجن، استطعت رؤية أحد الفيديوهات عشوائيا سأظهره لكم الآن لكي تروها بالضبط. هذا الشخص كانت عنده 5 نجمات وكان يحاول الهروب من رجال الشرطة، حاول قتلهم بواسطة الطنق، لكنكم إذا ركزتم فبعدما اشتعلت النيران في ذلك المكان بالضبط وبعدما انتشرت تلك النيران ظهرت لنا حروف عجيبة جدا. تلك الحروف أنا متأكد بأنها مأخوذة من العبرية، وتلك الحروف أنا متأكد بأنها خاصة بالسحر. لم أكن أتوقع بأن السحر سيكون موجودا في لعبة GTA 5، لأن العديد من الأشخاص الأجانب لا يؤمنون بالجن، لا يؤمنون بالسحر، يؤمنون فقط بالأشباح، ويؤمنون فقط بتلك الخرافات وتلك الخزعبلات، ويؤمنون كذلك بالمخلوقات الفضائية، رغم أنني لا أعتقد بأن هناك مخلوقات فضائية، وإذا كانت أصلا فإنها لن تأتي عندنا للكرة الأرضية. الأشخاص الوحيدون الذين في إمكانهم الطيران ولا يتنفسون الأكسجين لكي يصعدوا للفضاء فإنهم هم الملائكة وكذلك الجن. الجن كذلك فإن إنه يستطيع الطيران وهم سريعون جدا، يعني الجن الطيار في إمكانه السفر من إفريقيا لأمريكا بسرعة البرق. المهم بعد ما ذكرت لكم هذه الأمور وأظهرت لكم الفيديو، الشخص الوحيد الذي أنا متأكد بأن الجن سيظهر له فإنه هو تريفر، لأن تريفر يحب البنزين. عودنا تريفر أثناء اللعب به بأنه يحب البنزين كثيرا ويشرب كذلك البنزين، ولقد قال له مايكل في المهمة الأخيرة إذا اخترتهم قتل تريفر، قال له تريفر لقد كنت دائما تحب البنزين، وبالفعل لقد مات تريفر بواسطة البنزين، قام البنزين بإحراقه. لاحظت بأن عندي هناك جليتش في اللعبة، عندي نجمة ولا تريد تلك النجمة أن تذهب، رغم أنني استعملت المونتاج وقمت بحذف النجمات لم تذهب. من الممكن بسبب الجليتش، لأنني كما قلت لكم وذكرت لكم سابقا لا زالت الموضات لم تشتغل، لقد قمت بعمل خدعة فقط بسيطة لكي أستطيع تشغيل الموضات. المهم سأغير الأجواء للتاندر للرعد والبرق، لأن ذلك الشخص كان يتشاجر ضد رجال الشرطة في الرعد والبرق، وكذلك سنحاول تغيير الأجواء لليل، التوقيت كان تقريبا في 12 ليلة، سأحاول تغيير الأجواء هكذا للحادي عشر وسأنتقل أوتوماتيكيا هنا للمطار. هذه الأمور لقد حدثت في المطار، في هذا أتوقع في هذا المكان بالضبط إذا ركزتم جيدا على ذلك الفيديو. نعم هنا في هذه المنطقة بدأ يتعارك مع رجال الشرطة وسدد على طائرة كبيرة جدا كانت متوقفة هنا. بالنسبة لي أنا لا توجد عندي تلك الطائرة، سأفعل نفس الاستراتيجية الآن، سأنزل هنا سأحاول استدعاء طنق، نفس الطنق الذي قام باستعماله هو هذا، بعدها سأستعمل الموضات وسأحاول الحصول على النجمات. ممتاز حصلت على 3 نجمات الآن، أهم رجال الشرطة سيأتون، سأبدأ أنا كذلك في التسديد عليهم وفي العراك ضدهم، سأنتظر رجال الشرطة حتى يقتربوا مني، بعدها سأحاول اكتشاف الأمر. إنه بدأ في التسديد هنا على تلك الطائرات، جيد لقد دمرت الطائرات، أهم جايين، سأبدأ في التسديد على رجال الشرطة. ممتاز لقد اقتربوا عندي، من الممكن أن أضيف النجمات باستعمال الموضات. Increase Wanted Level، ممتاز حصلت على 5 نجمات بسرعة، فقط لكي لا نضيع الوقت لأن عندي العديد من التجارب أريد صراحة القيام بها. ها هي النيران، بدأت النيران في الاشتعال في هذا المكان، سأدمر ذاك، هيا أحسنت، أهم جاء رجال الشرطة. ممتاز كما تلاحظون النيران بدأت في الاشتعال، سأدمر رجال الصوات، جيد 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 جي. لاحظوا ستظهر لنا رسومات هنا نحن كذلك أم لا؟ إذا لم تظهر لي فمن الممكن أن أستعمل البنزين لكي أحاول رسم ذلك الشكل الهندسي. أنا متأكد بأن تلك الكلمات الخاصة بالسحر هي موجودة هنا، من الممكن أن يظهر لنا الجن الآن في أي لحظة، علي فقط الاستمرار في التسديد عليهم. إذا اكتشفتم شيء غريب جدا فقولوا لي في ردود. عجيب لم أستطع رسم ذلك الشكل لحد الآن، لحد الآن لم أستطع رسمه،
سأشغل كذلك الحياة الدائمة لكي لا أموت. هل يجب علي قتل العديد من الأشخاص لكي أستطيع رسم ذلك الشكل الهندسي؟ لأنكم إذا تعمقتم قليلا في تلك الطقوس الخاصة بإحضار الجن إلى آخره، فإنهم يطلبون منكم القربان، يطلبون منكم مثلا ذبح خروف أو ذبح عجل لكي تستطيعوا التكلم مع ملوك الجن. هذا صراحة ما أعتقده، وأتوقع بأن هذه الأمور لقد أخذتها الشركة روكستار جيمز من المعلومات الموجودة عندنا نحن المسلمين، كذلك اليهود، لأن اليهود مشهورون كثيرا باستعمالهم السحر، وقامت بإضافتها في GTA 5. لهذا السبب من اللازم عليكم قتل العديد من الأشخاص لكي تظهر لكم يا أصدقاء تلك الأمور. لقد قتلت العديد من رجال الشرطة. أتوقع بأنني سأتوقف الآن، سأحذف النجمات، سأحاول الابتعاد لكي تختفي تلك السيارات، بعدها سأعود يا أصدقاء لكي أظهر لكم الشيء الذي سأفعله. عندي استراتيجية موجودة في عقلي. ذلك الشخص لقد كان محظوظ كثيرا، لهذا السبب ظهرت لا منذ البداية. بالنسبة لي أنا لم تظهر لهذا السبب. سنقوم بالخطة الثانية الآن، والخطة الثانية هي كالتالي: سنحاول استعمال البنزين، هو كما تلاحظون، وسأقوم برسم دائرة الشيطان. حسنا، سأحاول رسمها على هذا الشكل. أتمنى ألا يؤثر علينا يا أصدقاء الشتاء. لقد انتهيت رسم الدائرة هنا بالبنزين، سأحاول تسيد عليها. لاحظوا، هل ستظهر لنا نحن كذلك تلك الأرقام؟ نعم، لقد بدأت تتكون. هل لاحظتم علامة إكس هناك؟ عجيب. لاحظوا، بدأت تتكون هنا هذه العلامات الخاصة بالسحر. المشكل هو أن الشتاء تسقط، لهذا السبب فإن النيران لا تبقى مشتعلة. سأحذف الشتاء، سأترك فقط الأجواء مغيمة، وهي لكي نكتشف الأمر. لقد اكتشفت يا أصدقاء تلك الأشياء. هاي، هل لاحظتموها؟ إذا ركزتم هنا على هذا المكان ستلاحظون بأن عندنا كتابات بالأحمر بالدماء. هذه الكتابات لم تكن، لقد ظهرت الآن. سأستعمل نوكليب لكي أظهرها لكم. هل لاحظتم؟ عندنا كتابة هنا لكنني لا أستطيع قراءتها. انتظروا، إذا غيرت الأجواء للصباح. نعم، كذلك في الصباح لا تزال ظاهرة. ممتاز، الحمد لله. هل لاحظتم هذه الكتابة هنا؟ مكتوبة بالأحمر بلون الدماء، كروسيفايد أو شيء من هذا القبيل مكتوبة هناك. وهذه الكتابات تشبه كثيرا الكتابات الموجودة في السحر. لا أريد إظهار تلك الأمور لكم على الفيديو لأنها مخالفة للشرع، لهذا السبب لن أظهرها لكم، لكن في إمكانكم يا أصدقاء إيجادها. هذه الكتابات هنا تشبه كثيرا تلك الخطوط التي يقومون بعملها في السحر. المهم، سأغير الأجواء لليل مرة أخرى. سأرمي البنزين هنا فوق من هذه الكتابات لكي نرى ونكتشف ما الذي سيحدث بالضبط. تخيلوا معي لو استطعنا إحضار شياطين مثلا، وهو الأمر صراحة فإنه سيكون رائع جدا ومخيف في نفس الوقت. حسنا، سأحاول تسيد على هذا المكان. جيد، بدأت النيران يا أصدقاء في الذهاب. لاحظوا، جيد، بدأت تشتعل على شكل دائري. ها هي الكتابات. لاحظتم W أو X؟ غريب، كأن الجن يحاول تكلم معنا في هذه اللحظات. عجيب جدا. لاحظتم حرف كي على ما اعتقد. المشكل الوحيد هي ان هذه النيران تختفي بسرعة، لا تبقى مشتعلة كثيرا. واو، هذا صراحة رهيب جدا ومخيف في نفس الوقت. الان سنقوم بعمل اخر تجربة، وهي كالتالي: اذا لاحظتم لقد اشتعلت يا اصدقاء النيران وظهرت لنا كتابات عجيبة جدا، لكن الجن لم يظهر لنا. إذا أردنا أن يظهر لنا الجن كما يحدث تقريبا في الحياة الواقعية، فإن من اللازم علينا إظهار حيوان ما لكي نقوم بإعطائه للجن على شكل قربان. سنأتي إلى هنا لأنيمالز. أتوقع بأن الخنزير حيوان جيد. لا أعلم هل يرضاه إبليس أم لا، لهذا السبب سأعطيه بقرة. أسف يا أصدقاء، لكن هذه الأمور فإنها مضحكة جدا. حسنا، ها هي البقرة. سأستعمل البنزين مرة أخرى. أحسنت يا تريفر، ابقي هناك أيها البقرة، لا تذهبي لأي مكان. سنرسلك قربانا لإبليس لكي يظهر لنا في لعبة GTA 5. لم أكن أتصور بأنني سأقوم بعمل هذا الفيديو، لكن صراحة بعدما رأيت مقطع ذلك الشخص وبعدما رأيت بأن ظهرت لي تلك الحروف الغريبة جدا، قررت تسجيل هذا المقطع ونشره معكم أكيد لكي تعرفوا أنتم وتتأكدوا بأن عندنا الجن في لعبة GTA 5. إذا كنتم أنتم كذلك تريدون البحث في الأمر فأنتم أحرار، لكن احذروا من تعاملكم مع الجن وخصوصا الشياطين من الجن. أما بالنسبة للمسلمين من الجن لن يؤذوكم، الخطر هو من الشياطين. لحظة الحقيقة الآن، علي أولا ذبح البقرة. نعم، سأستعمل هذا السيف. لا أستطيع ذبحها. انتظروا، هيا اذبحها. جيد، اذبحها الآن. هيا، جيد، ممتاز. هل ذبحتها؟ أتوقع ذلك، أتوقع بأنني ذبحت. نعم، لقد ذبحت البقرة. ها هو الشيطان سيظهر في أي لحظة الآن. تعال يا إبليس، تعال. هيا، لاحظوا الكتابات.
لاحظوا لاحظوا الحروف المكتوبة، ظهر إبليس. عجيب، لم يظهر أي شيء بعد. البقرة لقد ماتت 100% ذبحناها، لكن إبليس لم يظهر. سأقوم بتكرار الأمر. أتوقع في هذه اللحظة سيظهر إبليس. هل يجب علي الوقوف هنا بالقرب من البقرة؟ سأجرب الاستراتيجية. جيد 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 جيد، سأسدد على شكل دوائر. ممتاز، اشتعلت النيران. لاحظوا لاحظوا سبون رمود، اشتعلت النيران يا حبيبي، لكن لم يظهر أي شيء. خرج لسبون رمود لكي اكتشف هل سيظهر شيء. ما مع الأسف لم يظهر أي شيء، رغم أننا أعطيناها القربان لكنها لم يظهر. المهم يا شباب، كما لاحظتم لقد جربت الأمر. مع الأسف حاولنا تحضير الجن في لعبة GTA 5 لكن لم يظهر لي أي شيء. لو فعل ذلك الشخص عندما ظهرت له تلك الحروف هنا الخاصة بالسحر، 100% كان سيظهر له ملك من الجن، وأتوقع بأن إبليس بنفسه كان سيأتي. أترك لكم الآن حرية القيام بهذه التجربة، وقولوا لي ما الذي حدث معكم. هل ظهر لكم جني بعدما أشعلتم تلك النيران، أم أن لم يحدث لكم أي شيء؟ قولوا لي هذه المعلومات في الردود عندما تقومون بتجربتها أكيد. لكن الآن سأودعكم، أتمنى أن المقطع الخاص باليوم أعجبكم. نلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.